أنا أتسامح في أي شيء إلا أمن الدولة. أنت هتمنع الناس من الكلام؟ ده مش مجرد كلام، ده تآمر. التآمر لازم يكون فيه تخطيط واستعمال سلاح. موجود، كله موجود. اسمع يا شهريار، أنا بقولها لك بالفوم المليان، لو مسيت شعرة في راس والدي هخليك تندم طول حياتك. وأنا شايفة إن احنا لازم ننفصل. ننفصل؟ ايه معنى الكلام ده؟ ايوه، انت مش بتقول ان والدي بيتآمر عليك؟ ازاي هيبقى لك عين تخلي بنته على ذمتك؟ يا حبيبتي احنا مش ممكن ننفصل قبل ما افصل رأسك عن جسدك. ربنا يهدك، ربنا يبتليك زي ما ابتلى ايوب واشيلك في قفة فوق راسي وادور بيك في البلاد تغني على الصبر. يا شهريار يا حماتي اسمها ايه؟ امي؟ ايوه مامتك. هفرسك ومش هقولك. ربنا ينكد عليك، ربنا ينكد عليك زي ما انت منكد عليا يا شهريار وينتقم منك وتتنقط. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ البرج الكبير وقع. شفت؟ كل ده عشان دعيت عليك، عشان تحرص مني. اوعى تخليني اغضب عليك يا شهريار. فرحانه فيا قوي يا شهرزاد؟ ولسه. طيب ان ما طلعت كل ده على جدتك ما بقاش انا شهريار. عايزاني اسيب والدك؟ هل اسيبه؟ حد يسيب نسيبه؟ طبعا مدام المقاول اللي بنى البرج اسمه احمق نصب، لازم البرج يقع. يقع، لازم البلد كلها تقع. احمق، انت هتسموك احمق نصب ليه؟ احمق علشان ما بطعش، ونصب عشان مش قادر ابطل نصب. ده انت بتعترف بقى، ده انت معروف على مستوى المدينه كلها. طبعا يا مولاي، ومفيش مبنى بنيته الا وقع باذن الله. ومع ذلك ادولك المقاولة؟ علشان بقسم يا مولاي. تقسم 50-50. ومين اللي جنبي ده؟ ده يا مولاي الملاحظ هباش ابن بكاش الشهير بالحوت السفاح، يمتلك 300 فدان و1000 راس من البقر الفريزيان، ومرتبه يا مولاي لا يتجاوز 10 دنانير. واللي جنبي ده مين ده؟ ده برضو يا مولاي الملاحظ مفجوع ابو كرش. ايوه مفجوع ابو كرش الشهير بالاكلتي، يمتلك يا مولاي 500 فدان وذهبيه على النهر ومصيفين على البحر، ومرتبه يا مولاي لا يتجاوز 15 دينار في الشهر. ومين ده؟ ده يا مولاي بتاع العلاقات العامه السكيورتي يا مولاي. معانا هنا؟ ما شاء الله ما شاء الله. انظروا الى هؤلاء العباقرة اللي على يدهم تخرب الامم وتفسد الزمم، تصادر كل املاكهم. مش عايز اشوف وشهم بعد كده تاني هنا، مش عايز اشوف وشهم في المدينة هنا خالص. امر مولاي زنهار. امر مولاي، احنا بقينا في مشكلة دلوقتي يا زنهار. ايوه مولاي. برج وقع، برج الشهير ده اللي بناه والدي الله يرحمه. عايزين برج زيه كده عشان السواح. طيب يا مولاي، انا اخويا الصغير عنده برج حمام زاجل جميل يتحط هناك مؤقتا يا مولاي، مؤقتا. والجودة بالموجود يا مولاي. برج حمام؟ ايوه يا مولاي، بدل البرج بتاع ابويا. هناك يا مولاي. ما تقولش حاجة ما تفهمش فيها. حاضر يا مولاي. أنا عايز برج يكون قوي. برج قوي؟ طب إيه رأي مولاي في برج إيفل؟ إيفل؟ لا لا لا، إيفل ده لا لا.
طب بلاش ده يا مولاي، برج بيزا. لا بيزا مايل وفضيحه. لا لا لا، انا عايز برج على غرار برج الجزيره. الله الله على سحره. انت بتقولي ايه يا دنيا زاد؟ انت اتجننتي ليه؟ عشان عايزه انقذ ابونا من سجن شهريار؟ انت اكيد جرى لمخك حاجه. اللي بتقوليه ده عار. ازاي تطلبي مني انا اقتل شهريار؟ شهريار حاكم ظالم وظلم حصل ابونا. ابوك يا شهرزاد مرمي من غير كرامه في الجب الصحيح. اسمعي يا دنيا زاد، ابونا مش احسن من القاضي العتيق ولا احسن من اي واحد نال وداء ظلم شهريار. مش المفروض نفكر في ابونا لوحده، لازم نفكر في الكل ونخلص الظلم. عشان نخلص الظلم لازم يتقتل شهريار. دنيا زاد، دي اخر مره اسمعك بتتكلمي بالطريقه دي. انسي الموضوع ده خالص، وافتكري كويس قوي ان انا اللي قبلت التحدي والتضحيه، وقبلت اني اتجوز شهريار، وابويا وافق على ده. اديني بتحبيه، انت وقعتي في فخ شهريار يا شهرزاد، بدل ما تنقذينا وتنقذيه. دنيا زاد، انا مقدره حبك لابونا، اهدي وثقي فيا. روحي انت دلوقتي وان شاء الله كل اللي هيحصل خير. يا حبيبتي، انا تصرفاتي نتيجه الهام ملكي. يا شهريار، انا بحذرك، تصرفاتك دي ممكن يبقى لها نتائج عكسيه. دي بتتريقي على تصرفاتي يا شهرزاد؟ يا مولاي، انصاف الحلول اخرتها خطر مهول. مجلس الحكماء لازم يبقى مجلس حقيقي، مش زائد وناقص وفيه مش صوره. وديوان المظالم لازم يحاكم أي ظالم حتى لو كان الحاكم. وموضوع المساواة بين الرجل والمرأة مش المفروض أبداً إن هو يكون متعلق على موافقة الرجل وبس. والموظفين، موظفين الديوان، حرام عليك يا شهريار، لازم تلاقي لهم حل لمشاكلهم، ويكون حل نهائي. بلاش المسكنات دي. من حكم في ماله فما ظلم. أيوة، بس المملكة دي مش مالك، والناس دول مش عبيدك. أنا واصي عليهم. يا سلام، ومين قالك بقى أنهم أسر ومحتاجين واصي عليهم؟ الله، تي هتشاركيني في ملكي يا شهرزاد؟ هو أنا مش شريكة حياتك ولا إيه؟ أيوة، حياتي العائلية بس. لا، أنا شريكة حياتك في كل شيء، في مالك وملكك وعيالك. شهرورتي، علشان خاطري يا حبيبي، ادي للناس حقوقهم، خليهم يحسوا انهم احرار، وادي لهم حق الاختيار. ده المشوار اللي انا ماشي فيه، بس خطوه خطوه، واحده واحده. نختلف في التكتيك، لكن في الاستراتيجيه انا معاكي 100%. وبعدين ارجوكي خف عليا شويه، انا مش قدك. انا اللي مش قدك. عارف يا شهرورتي، عارف لما كنتش بحبك كنت عملت فيك ايه؟ ايه؟ كنت خلصت عليك، قتلتك. ما انت قتلتيني واللي كان كان. دعينا من السياسه، فهي مجلبه للنقاش والنقار والتعاسه. خلينا في حكاياتك وحياتك. بلغني ايها الملك المشاغب جلاب المتاعب. والله ما تعبني حد غيرك. ان مرزوان ابن ماروزه وهو بيستعد لرحلة البحث عن أمر الزمان بمساعدة الدلال سعترون، اللي هو نفسه العفريت سعترون. خدت لي بالك؟ أخدت. كان بيودع أم ماروزة، وأم ماروزة حذرته من الدلال سعترون وقالت له: بس خلي بالك من الدلال، وحط عينك في وسط راسك. سعترون ده ما عندوش ضمير، ممكن يبيعك بحفنة من الغلال أو يدسلك السم في كاسك. ما تخافيش عليا يا ماروزة، أمرك ده أنا راضع اللقم من صدرك. يعني كان لازم سعترون يا أذكى الولاد. سعترون دلال ولف كل البلاد، هياخد أجرته يوم ما يحصل المراد. أنا خايفة من يوم السادات. أنا اتفقت معاه يحصل على نص اللي هحصل عليه يوم ما الاقي لبدور الشاب اللي بتدور عليه.
المهم تخلي بالك. نطقانا مرزوان. اه يا لئيم يا جبان. حالا هتقوم المينا مركب اللبان يا مرزوان. مع السلامة يا مروزة. مع السلامة يا ابني يا مرزوان. هديني جاهز يا دلال سعطرون. خلاص أنا الأوان. لكن ما قلتليش اشمعنى يعني مركب اللبان؟ مين بيشتري اللبان غير الجوار الحسان؟ بس احنا مرادنا مراد تاني. هنلف في كل المواني نتاجر في اللبان واللي ما بانش وحنرزق. انت ليه هتحبكها؟ اه منك يا سعطرون دايما حاسبها. ايوه الجحش. مولاتي الأميرة. إيه ده يا مولاتي؟ ده أنت ما كلتيش يا مولاتي الأميرة. أكل إيه بس يا مروزة؟ أنت مش حاسة بيا، أنا العذاب ما بنايمنيش. أوعي تقولي لي يا مولاتي الأميرة إن الشبان اللي بيقتلهم مولايا الملك الغيور صعبانين عليكي. أنا شايفة الكره في عينيكي. الحل في إيديكي. يعني إيه؟ بكرة يطلع النهار وأول شاب يدخل لك اسألي سؤال سهل يجاوبك عليه. وبعدين؟ اتجوزيه. انت بتقولي ايه؟ وحبيبي؟ حبيبك ده يا مولاتي الأميرة انسيه. مروزة أنا مخمصاكي ادفي اهو. حد ينسى نفسه؟ أنا بس صعبان عليا الشبان اللي بيتقتلوا علشاني، بس مش عارفة أعمل ايه. استنى عندك يا شهرزاد، بقى كل يوم بدور بتقتل شعب؟ الله، وفيها ايه؟ دي حكاية يا شهرورتي. معناها ايه الكلام ده؟ حكاية بس مين اللي بيحكي؟ انت يا شهرزاد. في ايه بس يا مولاي؟ دي حكاية وتسالي. تسالي؟ تسالي؟ حكاياتك يا شهزهز واخدها تسالي وبأزهز، لكن يا مدام قبلها مزمز حكاياتك داهية بخبايا. ازاي تحكي وانت مراضي حوادث مغزاها ديمقراطي وما رأز لك عضلاتي؟ تقوليلي لضحكة وتسلية حكاياتك داهية بخبايا. قلتي ما نديب قلنا ماشي قلنا ماشي شي، دلوقتي يا قوبي يا خراش اه يا خراشي، بدور ان شاء الله ما توعاشي ما توعاشي، عايزه تخلص على الرجلي الرجلية حكاياتك ده يا مخبية. شهروزة قوليلي وحياتك، لو كنتي خايفة على حياتك منين بتجيبي حكاياتك؟ منين جبتيهم يا ويلية؟ حكاياتك دهية مخبية، حكاياتك بلوى مخبية، حكاياتك كارثة مخبية، حكاياتك كارثة مخبية. اهدى اهدى بس يا حبيبي، اعملك كوباية لبن دافية يا شهرورتي تهدي اعصابك. انا اعصابي زي الحديد. احكي وكملي الحكاية اشوف اخرتها معاك. حاضر يا شهرورتي حاضر. بلغني ايها الملك المتنرفس ان مرزوان ابن مروزة لقى الدلال سعطرون. يا دي سعطرون بتاعك ده، انا مش فاهم له حاجة. هو بيشغل ايه؟ تاجر عبيد ولا وزير ولا عفريت؟ يا مولاي هو كل دول، ساعات في الحكايات يبقى وزير وساعات دلال، هو رمز الشر من اول الحياة للنهاية. طب كملي الحكاية. قلتلك بقى لما مرزوان لقى سعطرون ركب معاه المركب وراح يدور على حبيب قلب بدور، وسافروا 3 شهور
وفي الآخر رسيوا على شط بلد اسمها تيرب. حمد لله على السلامة يا جاي من السفر، وحشتنا. وشك ولا القمر، كيف الحال يا كبير البحارة؟ ما تسوقش علينا شطارة، مين قالك إن أنا بحار ولا إحنا بحارة؟ أنا طلبي بسيط يا خال. فهمت، طب أنت عايز الخلخال؟ يا مدبر الأحوال، وإيه اللي عرفك يا عمي إني عاوز خلخال؟ ما تعرفش إن أنا أقدر أعرف الحقيقة وأعرف الخيال. يبقى هتدلني على الخلخال. أنت عايزه عشان تشفي رجلين بنتك المريضة مش كده؟ أدي أنت عرفت اللي فيها. طب احكي المرزوان عن حكاية قمر الزمان. ده عيان. وإيه كمان؟ وعاشق والهان. وبعدين؟ فرق بينه وبين حبيبته غراب البين. يا سلام. مع إنه فهيم ومش عايز كلام. طب اسمه الكريم إيه؟ أنا اسمي مغيرة. واسم بلدكم ديت إيه؟ اسم بلدنا الطيرب. طب قول لي يا مغيرب، يا اللي اسم بلدكم الطيرب، نلاقي الامير قمر الزمان فين؟ في جزر خلدات، والله يكون في العون. قمر الزمان بقى مجنون، لا يقدر يفرق بين البرد الزمهرير ولا الحر الحرور. زيه تمام زي الاميره بدور بنت الملك الغيور، هي مجنونه وهو كمان مجنون. مش جايز تكون كلها مجرد ظنون؟ جايز ولا لا يا خال؟ انا عاوز الخلخال. اتفضل، ادي الخلخال، ده اللي حيش بنتك من مرض العضال. يا هنايا بالخلخال، يا هنايا بالخلخال. يلا يا رجال ارفعوا الهلم وشدوا الحبال. يلا. انت بقى اللي عليك الدور، تطلع مين انت كمان؟ محسوبك شملان. وشغلتك ايه؟ برنس مان. عايز تتجوزني مش كده؟ مظبوط يا أميرة. وليه اخترتني أنا بالذات؟ علشان اسمك يا ست البنات، ومنصب والدك اللي كله حسنات. مش فاهمة يا شملان، يا ريت توضح لي كمان. شوفي يا أميرة، الجواز لازم يقوم على مصالح متبادلة علشان تنجح المعادلة. معادلة إيه ومتبادلة إيه؟ أنت مش داخل القصر عشان تخطبني؟ مظبوط يا أميرة، بس اسمعيني للآخر. سمعاك. الجواز يا مولاتي مشروع زي أي مشروع، وعشان الجواز ينجح لازم يربح. جوازي منك هيخلي المملكة حاجة تانية، هيخلي الناس عايشة في بحبحة، ويخلي الدنيا غير الدنيا. شملان، أنا مش عايزة ألغاز، أنت مش جاي عشان خاطر الجواز؟ بليز مولاتي، اديني فرصة أكمل من غير ما تطول. باختصار يا مولاتي، بعد جوازي منك هنعمل شركة تضامن لتشغيل الأموال لأصحابها الأميرة بدور والأمير شبلان. أموال إيه؟ وأموال مين؟ أموال الرعية، نلم من الناس النقدية ونديهم أرباح شهرية 20%، وبفلوسهم هنعمل مشروعات تعود علينا وعلى المملكة بشوية وشويات. وده دخله إيه بجوازك بيا؟ بمجرد ما يعرفوا ان دي شركة الأميرة بدور هيجيبوا فلوسهم ويقفوا على باب الشركة طابور، وعلى رأي المثل فيد واستفيد. أنا أول مرة أسمع النظام ده في المعاملات المالية. ده نظام جديد يا مولاتي، هيعمل ضجة ثورية. هنملى المملكة مشروعات، إشي لحمة وإشي مجوهرات وإشي مضاربة في البورصات، وكلها سنة ولا اتنين وتبقى مملكتنا هي اللي عليها العين. ها يا أميرة، تقبلي تتجوزي البرنس مان شملان؟ اسمع يا شملان، استناني لحظة وهرد عليك دلوقتي. انتي سنتي حنتي فنتي، شفتي قرقرتي يا حبيبتي؟ شملان طلع نصاب، عايز ينصب على الشعب اللي من الفقر شاب، عايز يتاجر بقوته ويراهن على موته، وعايز الغلبان يفضل غلبان ويمشي في الشوارع ويقول فجلة يا ريان. يعجبك كده يا قرقورة؟ لكن لا، هتشوف انا هعمل فيه ايه دلوقت. يا قرقورة يا وش سعد، كنت هقولها. اسمع يا شملان،
من غير لف ولا دوران. اتخاذ القرار مع النصابين اللي زيك بيبقى شيء صعب، بس انا هخلي كل الناس هما اللي يحكموا عليك. يا حراس، خدوا شملان وفي اكبر ميدان في المملكه اربطوه في ساري واندهوا لكل الناس، وفهموهم ان عاوز ياخد فلوسهم القليله بالنصب والحيله، والخداع هو الوسيله. وخدوا كل فلوسه وفرقوهم على الغلابه واحبسوه في زنزانه لحد ما اشوف والدي هيعمل معاه ايه. دي عاوز تموتني اللي شبه القرد النطاط. دي بذور التطورة كده. كويس عليك يا بنت الدمرياط. طب وانت ليه عاوز تخدرني؟ امرك محيرني. بيني وبينك لعبة زي لعبة شد الحبال. صحيح، فين الخلخال؟ هل انت مريضة ولا تدهور بيك الحال؟ تبقى ليه بقى عايز الخلخال؟ انا ماليش دعوة، انا الخلخال ده عامله لك من الفضة فرعوني، وزي ما اديتهولك اديهوني. كده هتخيبي فيكي ظنوني. ده هديتك ليا في عيد ميلادي الاخير. انا عايز الخلخال بتاعي الكبير. اديته الراجل غلبان فقير كده. يبقى مفيش غير الكرباط. لا بلاش نتخانق قدام البني ادمين. خلخالي فين؟ انا اديته الراجل، بنته عيانه برجليها. انا عندي خطه شريره، بلاش تفسديها. خلخالك اصيل ومش معيوب، وهو اللي هيتمم الملعوب. انا عايزك تساعديني. اذا كان في الشر ما عنديش مانع. ترمي معايا مرزوان ده في البحر. هنرميه؟ وهنرميه ليه؟ ده ملعوب شر اكتر من اللي قلتلك عليه. يا حيرتك يا بدور يا بنت الملك الغيور، لما يموت رسولك مرزوان ويغرق في البحور. شهر زدنا شهر زدنا ليلة فاتت.